طبعا الحين انتو حنشوفوا في الحلقة الثانية. ممكن حتى وصلوا حلقة ثالثة ما تقدروا، لان حرفيا انا مستمتع كده. هي طبعا شوفوا الفرق بالسرعة. ما صح نسيت، خلينا نروح نجيبه فحمه. صح، أسرع غلق الأكل. اوكي نجي نجيب الفحم اللي لقيناه هنا. يب هنا. اوكي كويس، لأني ما كنت متأكد، لكن الحين بس بنكسر شويتين. طبعا اللي يفهم ايش صار قبل شوية، ليش قاعدين يطلون بيظلم اقتلهم، يقول لي انا لا ماني فاهم. اوكي جحفن جحفن الى الفرن. المهم راح نشوف الفرق السرعة. الحين يمكن هذا ياخذ بس 5 ثواني. 2 3 4 5 6 7. كي ياخذ 7 ثواني. شوف يا اخي كيف هذا حلوة. فكر شو كام فاير. هي ميزتها ان تطبخ 4 اشياء في نفس الوقت. طبعا ابقى اوكي. الحين هذا الحلقة اللي رحت وانا حقة الصيد. الحلقة هذه يلا على المنجم، ولو انكم عارفين انه هذه نفس الحلقة ما وقفت. طبعا قتلت سحرة اعطتني هذا، بس اليوم اني فاهم ايش فيه. من عقل مهورة استوعب حاجة أول مرة تشوف ماينكرافت، حسيت إنه هاكر. هذا أول مكان بدينا فيه، بطينا فيه. الحين ندخل المكان الجديد اللي أخذ اللطيف اللي أخذ منه فحم. بس يا رب ما يكون فيه جنب كثير، إن شاء الله ما ترجع تصير نفس الحركة. هذا هو الثاني. يلا ندخل. هو وين كان هذا؟ اوكي والله كويس. لا هذا طبيعي. والله حاس في مشكلة في العالم، يمكن عشان كان متحدث قديم. حدث جديد فصارت فيه اخطاء، ما ادري. اللي يعرف السالفة يكتب لي في التعليقات، ولو نعرف انه ما في حد يكتب لي ما عادي. هذا صيد فيها حتى في حلقة. طبعا ما يشوفها الا قليل. شكرا للناس اللي كتبوا التعليقات تدعمني. ان شاء الله قدام بعد كم سنة أرد لكم إياه. أساميكم محفوظة، لا ما رح أضيع. أبا كان هنا مسطح حرفيا، ماني فاهم أي شيء في الحياة. داخل كذا على عماها. ليش المكان هذا مسطح كذا؟ لحظة، يلا هو بلوكات. اوكي يلا نكسر. هنا في حديد والله. اوكي يلا عاد حلقة ثانية. اوكي صارت مشكلة صغيرة بس. واحد من الاهل جاء.
فيا خلونا نطلع بس لحظة. اوكي شوية مشاكل فيلنا. ما شفت حديدة. فيا حنطلع الحين. خلص في حديد كثير. كويس يلا ايش ما نشوف. فول ارمر ايرون. اوكي بقيله بس 3 حبات ومدينا اسوي درع كامل حديد. اوكي احس المنطقة هذي غريبة. حتى الناس اللي كانوا يشتغلوا هنا مضيعين اشياء كثير. والله بصراحة الاشياء اللي جمعوها في الصناديق مرة حلوة. بس برضو ايش كانوا قاعدين يسووا؟ وليش في موارد ضايعة من نساء؟ لا هذا سام هذا يسمم. والله من خوف انه لمعت المنطقة كله. اوكي طبعا كنت ابغى اصور بس صارت مساحة كثير فقررت اني اقطع جزئية. والحين احنا في ماينشافت. لا ما اعرف ليش اصحابها يضيعوا اشياء كثير مع اني ما اقدر انكر انه الاشياء اللي في الصناديق حقتهم اسطورية. اوكي لابس لازولي شال لازولي طبعا حبيبي الرتسان. شو الغدر هذه؟ ايش الغدر هذه؟ الاغراض كلها راحت. اطلع عادي. مقصودة علشان نشير اوريكم الاشياء اللي صارت. نشير ابدا من البداية. اطلع عادي. المهم خلينا نروح لأحلى منطقة في العالم. أول منزل دخلته وبديت فيه. طبعا الحين برجع أسوي نفسي من البداية. اوكي خلينا نجمع علشان نسوي لي بيكاكس الحجر. خليني أجمع علشان نسوي بيكاكس الحجر ومرة واحدة. على دخل عشان اوريكم الشر الحلقة المحذوفة. والله في حديد هنا. اوكي يلا حديد يكفي اني طبعا ان شاء الله يكون بالقليل 3. والله بس الغدرة بنت 66. تحدى احد فيكم يكون متوقع. حتى الجرافل كان تحت حسب 6 حجر. اوكي الحين نسوي البيكاكس. طبعا الحين نسوي البيكاكس خشب. طبعا ما ادري هل انتم سامعين بس في اصوات في الخلفية. عادي اصلا هي حياة كذا مو. يا رب ما تكون سمعت الاشياء اللي ورا. فيا طبعا للاسف ما عنده غرفة اقعد فيها حق التسجيل. طبعا فيا حتسمع اصوات زي كذا كثير وانا اسجل. ليش مقطعها؟ ان حرفيا الحين عندي 5 اجزاء من المقطع قاعد اقطع فيها. فانا ماني فاضي اقعد اقطع كل لحظة الا والله اني فاضي. فيا يمكن حتى اذا كنت مرة اللي خاصة ضايقت يمكن بس يمكن اسير الجزئية كلها بس اخليه مقطع واحد. بس طبعا ما دام تكون الحين قاعدين تشوف المقطع الثاني يعني استهدأت بالله ونزلته. لحظة خلينا نروح نجيب فحم.
ليش افهم غدرت اكبر غدر في ماينكرافت؟ فيا خلينا نرجع نكون نفسنا. طبعا برجع اجهز نفسي زي اول وارجع لكم، هجمع حديد اسوي بيكاكس الامور هذه وارجع لكم عشان لا تصير حلقة طويلة. ضعت وانا جيعان بس لقيت قرية، يا لحظي كمان لقيت كام فاير. يا متخرب، الظهر متخرب. تجي بادي طبعا انا حطيته على السهل علشان لا اموت، ما حطيته على البيشفر عشان لا يتعب دمي واكون غساس. هذي احتاجها، احسن حاجة اني لقيت فلوس. الحين طبعا بس ثقيلة اجمع هذا اللي كان يبيع عليه التاجر فجل واسوي صخور واحلك يا حبيبي. طبعا عندي هنا مشاكل، يلا خليه ياكل، خليه يتونس. المهم الحين خليه نشوف كذا. طبعا خلينا نزرع علشان قدامي اذا احتاج يكون موجود، ولو نشك قريب جدا تغير. شوف كيف صار شكله، شكل غريب خاصة صار كذا في طريق في النص. المهم يلا نزرع هنا، شوف قدام اذا وضعنا يصير لقينا القرية يكون في اكل. ها والله بيت محمي، اوه والله بيت سرير احسن من سريري، والله سرير احلى من سريري. فيا خلينا نكسر خشب. هلو ايرون جولم، اوه في جرس. بالجرس وتجر يعني قاعد تفسخ من عندهم. بسم الله لا لا لا، حتى الايرون جول معلق هنا. والله اني خايف. المهم خليني اسوي الحين خشب، جيب كرافتين تيبل، جيب على قول الطاسة. خلينا نشوف اكل. والله بعطيه اكل، وجيب زيادة. خلص الحين ما عاد اقدر اكل، خليني مرة واحدة اشوف لي اطبخ الحديد. طبعا خلاص بقطع وارجع لكم في الحلقة الثالثة. اوكي قلت احل المشكلة اني اطلع وارجع ادخل.